مواطنون وناشطون في قضاء المسيب بمحافظة بابل طالبوا بتخفيض إيجارات المحلات والضرائب والتي أدى ارتفاعها إلى ترك الناس لمحلاتهم وإغلاقها بسبب قلة العمل وارتفاع الإيجارات. أحد المواطنين صور المقطع التالي وقال فيه للحكومة: ماذا فعلتم بالبلد؟ دعونا نشاهد هذا المقطع الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. بصين هسه ماجرين محل، احنا من البلديه ماجرين محل، شغل ماكو. داك شوف فرغات كلنا الساعه 11 ماكو شغل، لا اكو بشر، لا اكو شغل، لا اكو عمل. يعني هذا البلد ايش سويتوا بيه؟ ما تقول ايش سويتوا بيه؟ يعني هسه انتوا 15 دقر الموازنه، خلي الشعب شويه ينتعش، خلي يتحرك. العمال شغلوهم، اجورهم صعدوها، مو قلتوا وعدتوا الناس ايش يسوون؟ ليش 15 اكو شيء ماكو؟ ايش وقت يعني؟ ما تقول ايش وقت؟ المحلات لان ايجار غالي، سيارات السيارات الحمل والكبار ذن اللي عليهم ضريبه، اللي كل سنه علينا 850 و900 الف دينار، ورا مرور بالشارع يركض، ورا هيئه تركض، عم ينزلوا الضرايب، المحلات نزلوا اجورهم قليلات، ما عندنا عمي، ما عندها العالم، ما عندها فلوس، يا اخي بس اللي عنده راتب شويه يقدر يشيل نفسه، اللي ما عنده لمن يشكي همه، لمن يروح.